فأنا كنت مستني فرصة جات لي من السماء. دكتور ثروت عكاشة سنة 76 كان أتم بناء قصور الثقافة في الأقاليم. كان يعمل إيه وظيفة؟ وكان بيديرها موظفين. كان وزير ولا لسه؟ كان وزير ساعتها؟ كان وزير كان وزير الثقافة. يعني طبعا أنا رحت بعد القصور ما اتبنت في مصر كلها. فابتدى بقى يفكر في تشغيلها. كان هتقول مين كان بيشغلها؟ كان في حاجة اسمها الجامعة الشعبية، كانت بتعمل تدريب على تأسيس قصور الثقافة اللي هي أصبحت ما تسمى دي فكرة ثروت عكاشة، تحويلها من الجامعة الشعبية إلى قصور إلى قصور الثقافة. كام؟ معلش سنة كام برضه؟ سنة 67. في فبراير 67 اختارني انا اروح بني سويف، اختار الرسام هبه عنايت يروح اسيوط، اختار علي سالم كاتب المسرح يروح اسوان، اختار محمود دياب يروح اسكندريه، اختار عز الدين نجيب يروح كفر الشيخ. كنا مجموعه كلنا من الادباء او الرسامين منقي صح، نقى ناس موهوبه مبدعه عندها فكر، عندها استراتيجيه بحيث مشروع قومي. بالظبط. فانا رحت بني سويف، ما كملتش في العمل القضائي. عمل اذا كنت هتخلص فيه ما يحتاجش الدره، ما تقدرش تعمل عملين، لان عمل قضائي بالمناسبه انت بتعيش مع الناس، وانت عمل قضائي انت منعزل عن الناس، ده كل قضيه هي حياه بشر. فالعمل القضائي افادني 13 سنه، اداني خبرات بشريه لا نهائيه. يعني قصدي اقول العمل القضائي ما كانش بعيد عن العمل الادبي، بالعكس. لان العمل القضائي بيستند قوي على ان تفهم الوقائع ودوافع الناس. مؤثر وموجه بالنسبه لك. ساعدتني قوي ان انا دكتور توفيق الحكيم على فكره قال لي كلمه مهمه جدا سنه 60 بعد ما اخذت الجائزه اللي سلمها لي عبد الناصر، لما قرا ابطال بلدنا دي، قال لي كان هو رئيس المجلس الاعلى للثقافه. كان مجلس اعلى للفنون والاداب كان اسمه ايامها كده. فرحت له كده قاعد في شرفه ازاز وطل على جنينه، فكان قرا الروايه، قال لي يا شاروني انت حاسس قوي بالمسرح. ايوه العمل كامل الصحراء فيها شخصيتين، طول ما انت قاعد بتقرا ما انتش عارفين للاخر الروايه، ما انتش عارفين ان فيهم المخطئ والمصيب، بيجي في لحظات كل واحد يسمي التاني الشرير او الغبي، ما في الاخر بتكتشف، وفي الاخر حتى في الاخر ما تعرفش حتى بس قلت لك ما اعرفش. وكل واحد في الاخر اتساب لمصيره، هو كل واحد غبي، كل واحد بيختار مصيره، ولا شرير ولا قاصد، كل واحد في الروايه في الاخر. واللي ممكن تسميه شرير كل واحد يقول له خد بالك ممكن تجيب لك مصيبه، يقول له لا برضه عاوزها. صح. الروايه دي لحد ما تنتهي اكتر من تاويل، اكتر من وجه، ما ننساش. يعني شخصيتين البطلين، البطل وضد البطل، طول الوقت انا بعرض جوانبهم من كل النواحي. واحد يقول لك ده انسان طيب ويدور على خير ولاده وعاوز يرضي مراته وولاده، وفي نفس الوقت لا ده طماع وعاوز حاجه مش بتاعته وعشان كده بيغامر، والتاني يقول لك ده شرير، ده هو اللي قاده الى انه يفقد ثروته ويفقد عينيه، وفي ناحيه ثانيه يقول لك والله عمره ما ضحك عليه، ده كل واحده بيقول له خد بالك قبل ما تعمل هيجي لك كذا، يقول لك هختار الوحش في الاخر ما بنرسيش. طب سؤال، يعني ده نموذج بقى دي اعتقد ان دي احد نتاج ان انا طول الوقت وانا بشتغل في القضاء انت بتدي كل شخصية حقها.